لما بنيجي نتكلم يقول لك احنا هنركز على الايام الوتريه. اكبر غلط، اكبر غلط بيقع فيه عباد الله والمسلمين في الفتره دي يقول لك احنا هنركز على الايام الوتريه. تعال اما اقول لكم الدراسه بتاعت رؤيه القمر ورؤيه هلال رمضان، ناس بدات قبلينا بيوم وناس بعدينا بيوم. في 15 رمضان يوم البدر اللي هو يوم 14، في 15 كان صحه البدر، قال لك الاثنين صحيحين. معقول؟ قال لك اه. معنى كده ايه؟ يعني معنى كده ان السنه دي مختلف تماما. ليله القدر السنه دي والعشره السنه دي اخطر ايام في حياتك واخطر ليله في حياتك لو عدت خلاص. اوعوا تركزوا على الايام الفرديه وتعملوا زي الناس دي، وتركزوا على الايام الفرديه وتروح، لان هي فردي عندك، زوجي عندك، فردي عند التاني، يبقى انا من الاول. الليله دي ممكن تكون النهارده اه، ممكن تكون بكره اه. طب هي لو زوجيه ولا وتريه؟ الله اعلم. تتنقل ما بين السنوات، يعني سنه تبقى 21 سنه، 23 سنه، اه تتنقل. طب انا اعمل ايه؟ انا فارده ايدي وفارده كل تعاطي، انا عامله كده. هتيجي هنا انا هاخدها، هتيجي هنا انا هاخدها، هتيجي هنا انا هاخدها. مره كنت يعني بكلم زوجي بقول له لا 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 هنركز عشان مش عارفه ايه، رايحين المسجد مش عارفه ايه، وهنجيب مش عارفه مين، وناخد الاقاط ونروح. انت انهي فيهم؟ وجي بعد ما بيعتكف انت انهي فيهم؟ هي واقعد الواحد بقى مستني يشوف يا كانت انهي ويتبع الشمس. قال لي مش مهم انهي فيهم، المهم ان هم العشرة الحمد لله انا راضي عنهم. هو فعلا كده، هو فعلا كده. الواحد يبقى عامل كل اللي عليه، يا رب نفحه اهي وانا متعرض لها من النهارده. مش كتير على ربنا 10 ايام؟ هو مش كتير على ربنا؟ ده مش كتير على نفسك، الله غني عنا وعن عبادتنا، ولكن برحمة ربنا لينا ورحمة ربنا لعباده. يعني أنا بقول مثلا حال الرب يستغفر الله، يعني ربنا يريد لك الجنة غصب عنك، غصب عنك عايز لك الجنة، غصب عنك عايز لك أنك أنت تدخل جنة غصب عنك، حتى لو أنت مكسل، حتى لو أنت ضاع أول رمضان، طب نصه، طب كده، طب لسه ما ختمتش، طيب راحت منك النص، مش طب رحمة، طب عندك العشرة دول. مش كتير. انتوا عارفين ليه مش كتير؟ وليه احنا دايما بنركز؟ خلي بالك ليله القدر، خلي بالك ليه الدعاء مستجاب. ادعوا ما شئتم مستجاب.